بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع فيديو جديد هنتكلم فيه النهاردة عن أسباب فقد الشهية عند الأطفال وإزاي تخلي الطفل بتاعك ياكل ويملأ بطنه. إيه هي أسباب فقد الشهية عند الأطفال؟ الأول بنعرف ان هي حاجة شائعة بين الاطفال، وتسمع الامهات والابهات يقول لك ايه، والله انا ابني ما بياكلش او فاقد الشهية، اعمل له ايه؟ وكمان ناس بتقول ده بيبدأ يخس ووزنه بينزل، وتلاقي وزنه مش مناسب لعمره. يعني ايه؟ يعني تبص تلاقي الطفل ما شاء الله 5 سنين وجسمه يدي على 3 سنين. بنقول لك المشكلة ممكن تكون عضوية، يعني مرض عضوي او مرض نفسي عند الطفل. طيب مرض عضوي زي ايه؟ زي التهاب فيروسي. التهاب فيروسي ده اللي بيحصل ازاي؟ قال لي التهاب فيروسي زي اللي بيحصل في التهابات المعدة، وده ممكن نلاحظه في الطفل اللي بياكل وفجأة بتلاقيه يرفض الاكل. يعني الطفل كان بياكل عادي جدا وفجأة تلاقيه ايه، ما عادش بياكل. الله، يبقى المشكلة ايه؟ يبقى المشكلة ممكن تكون التهاب في المعدة. المشكلة التانية ان الطفل يكون عنده امساك، يعني الطفل ما بيعملش حمام لمدة 2 أو 3 والأم والأب مش واخدين بالهم وبيقدموا له الأكل والأكل والطفل بيرفض الأكل ده. فده مشكلة برضو لابد إن هي تتحل. في كمان مشكلة التهابات المريء، وبيكون بسبب حساسية لبعض الأكلات. يعني في الأمهات والأبهات برضو ما بياخدوش بالهم إن الطفل ما بياكل أكل معين بيحصل له المشكلة دي. يبدأ يحصل انتفاخ عند الطفل، ويبدأ يحصل عنده كمان مشكلة في الحل وصعوبة في البلع. بالنسبة للرضع، المشكلة بتاعت فقد الشهية بتبقى متركزة جدا في موضوع التسنين. يعني الطفل الرضيع علشان ان هو بنبص اللي يفقد الشهية يبقى عنده مشكلة في التسنين، ولازم ناخد بالنا من الموضوع ده جدا. كمان الطريقة الغلط اللي احنا بنستخدمها في التغذية، ازاي؟ ببدأ أعطي للطفل كمية كبيرة جدا من السكريات، يبدأ الطفل ياكل السكريات دي، وتيجي تقول له كل، الطفل طبعا مش هياكل، تدي له الشوكولاتة والشيبس والحاجات دي، وبعد فترة تيجي تقول للطفل كل، طبعا الطفل مش هياكل. كمان عدم ممارسة الطفل للرياضة، يعني ايه؟ يعني تبص تلاقي الطفل قاعد زي البروطة في البيت ما بيتحركش وما بيعملش رياضة. طيب هياكل ازاي؟ ما هو مش هيحرق. كمان الحاجات الضارة والاكلات السريعة اللي احنا بنديها للاطفال، فده زي ما احنا قلنا شوكولاتة، بيبسي، شيبسي، الحاجات دي كلها لازم ان احنا نوقفها، لأن الطفل لو أكل الحاجات دي مش هياكل حاجة تانية. كمان عايزين نوضح حاجة مهمة جدا، إن إصرارك على أكل معين بالنسبة للطفل بتاعك ده مشكلة كبيرة جدا لازم تاخدي بالك منها. اما تلاقي الطفل بتاعك مش عايز ياكل الأكل ده، بلاش إن أنت تضغطي عليه، لا، حاولي إن أنت تنوعي له في أكل تاني. طيب نحل المشاكل بتاعت فقد الشهية دي ازاي، وبطريقة سهلة وبطريقة بسيطة. اول حاجة، امنعي عن الطفل بتاعك السكريات والحلويات قبل الاكل. يعني ايه؟ يعني ابدأ ان انا اشجع الطفل بتاعي واديله كميات قليلة من الاكل في الاول، وبعد ما تاكل يا حبيبي انا بديك ايه، بديك الشوكولاتة، وما اديوش الشوكولاتة كاملة، لا، بديله حتة بسيطة، يعني بدي كمية قليلة من الحلويات، وياريت نمنعها خالص بس للتشجيع ببدأ اديله ايه، حاجة بسيطة. ابعدي عن انك تكرهيه في الاكلات. يعني ايه؟ يعني لو لقيتيه مصر انه ما ياكلش اكلة معينة، بلاش ان انت تلح عليه، لا، حاولي ان انت تغيري له الاكل. كمان حاولي ان انت تبدأي تعملي له صحن للاكل بطريقة وشكل كويس. يعني مثلا تجيبي فلفل، الفلفل الحلو تقطعيه، والفطر والطماطماية والخيارة وتقطعيه، وتبدأي تعمليه بشكل كويس وحلو في الطبق جنب الأكل بتاعه، الطفل هيبقى مبسوط جدا. كمان نصيحة، ان انت وانت بتعملي الأكل خليه جنبك. يعني مثلا ايه، ممكن يرش ملح، يرش فلفل، يرش اي حاجة. دايما الطفل بيحب ايه؟ بيحب ان هو يجرب الحاجة اللي عملها بإيديه، بس خلي بالك برضو من الحرق، يعني تبعديه عن النار.
يعني ممكن تاخدي الصحن بعيد، وان هو حط ده وتحطيه وتقلبيه، الله انت ساعدتني، طب تعالى ندوق الحاجة اللي انت عملتها بايدك. اما تحط له اكل ما تحطلوش كميه كبيره، لا حط له كميه صغيره، واما يخلص الكميه دي ابداي شجعيه وكلميه دايما ان الاكل ده طعمه جميل، ابداي زودي له في الكميات بس بدون ما يحس. يعني ما تجيش تحطي له كميه كبيره وتقولي له ايه وتقولي له انت ما اكلتش ليه وتبداي تأنبيه، لا المشكله هتبقى مشكله نفسيه عند الطفل وبعد كده هيرفض الاكل. اوعي تتكلمي مع الناس التانية او حتى مع والده عن ان الطفل ما بياكلش او رافض الاكل او حد من الاسرة يبدأ ينتقد من الاكل، بالعكس طول ما انتوا قاعدين تمدحوا في الاكل وتمدحوا في طعمه وتمدحوا في الشكل بتاعه وفي ريحة الاكل. طول ما هو بياكل لو انت قاعدة معاه على السفرة ابدأي احكي له مواضيع شيقة وابدأي احكي له على حاجات هو بيحبها، يحب دايما يقعد معاكي على السفرة وبكده يبدأ ياكل. أكيد لازم ممارسة الرياضة، وممارسة الرياضة دايما بتفتح الشهية. نوقف المشروبات الغازية نهائي والمخبوزات، ممكن نستبدلها بالفواكه زي التفاح أو الموز أو البرتقال. ما نهملش وجبة الإفطار يا جماعة، لأن في دراسات اتعملت ولقوا إن الأطفال أو حتى الكبار اللي بياكلوا في وجبة الإفطار طبعا بياكلوا أكتر من الأطفال اللي ما بيفطروش. كمان نصيحة كمان جميلة، استخدمي التوابل في الأكل بتاعك. ليه؟ لأنها بتفتح الشهية، كمان بتطرد الغازات، وغير كده بتعطي ريحة وطعم حلو للأكل. تخلي الطفل بتاعك يبدأ ياكل. طيب انت ما سألتيش نفسك ليه الطفل دايما بيحب الاندومي ويقول لك اعملي لي اندومي؟ علشان طبعا البهارات اللي موجودة فيه. يبقى الافضل انك تحط له البهارات في الاكل الصحي بتاعك، زي ايه؟ زي الشمر، زي النعناع، زي الفلفل الاسود، زي الجنزبيل، زي القرفة، زي الزعتر. والزعتر فيه مضادات للاكسدة وبتحسن صحة الطفل جدا. كمان نصيحة كمان أو شيء جميل تقدري تعمليه لطفلك، إن أنت تعملي له حليب بالتمر، بس مش بتاع السوبر ماركت، لا أنت بتجيبي الحليب وتنقعي فيه التمر لمدة 10 ساعات وأبدأ أعطي للطفل منه. كمان الحلبة كويسة جدا في فتح الشهية، بغلي الحلبة أسيبها ربع ساعة تهدى وأبدأ أحليها بعسل النحل وأعطيها للطفل قبل الغداء بساعة، مش قبلك مش بعد كده، لا قبل الغداء بساعة. كمان اليانسون وفي زيوت طيارة دي بتساعد على الهضم، فمعدته بتفضى وبياكل تاني، وطبعا بنحليه بعسل النحل. دايما مع الأطفال نحاول إن احنا في كل مشروباتهم نبعد عن السكر ونحللهم حاجتهم بعسل النحل لأنه بيرفع المناعة. نعطي للطفل مرة أو مرتين في اليوم من اليانسون قبل الوجبات بساعة. آخر حاجة ممكن نعطيها له اللي هي الفيتامينات اللي بتساعد على فتح الشهية. كفاتح شهية ما عادش في حاجة اسمها فاتح شهية، لكن في فيتامينات بتساعد على فتح الشهية وهم 3 بالظبط. خلي بالك منهم، يعني وانت بتشتري أي فيتامين علشان ان انت حد يقول لك انه فاتح شهية لازم يكون فيه زنك، لازم يكون فيه ثيامين أو فيتامين B1، لازم يكون فيه زيت السمك. الزنك بيعمل ايه؟ الزنك بيأثر على حاسة التذوق وحاسة الشم زي الفيديو اللي قلناه قبل كده، وبيحسن الشهية. اما بتحسن حاسة التذوق عند الطفل بيبقى ايه؟ بيدوق كل حاجة بطعم كويس ويبدأ الشهية بتاعته تتفتح. الثيامين او فيتامين B1 ده بيزود الشهية وكمان بيمنع فقد الوزن. زيت السمك بالنسبة للأطفال ده بيزود الشهية وبيحسن الهضم وبيقلل الانتفاخ والشعور بالشبع. وبكده يكون وصلنا لآخر الفيديو بتاعنا، أتمنى لكم كل صحة، وياريت تستفادوا من الكلام ده ليكم ولأطفالكم، وياريت تدعمونا بالسبسكرايب واللايك والشير، وشكرا ليكم وسلام عليكم.